المصريه للاقياس مواصفات القياس. حتى بعض الحاجات اللي مكتوب عليها ايه؟ اقل المواصفات القياسيه المصريه. ففي برضه في امريكا حاجه اسمها ايه؟ امريكان ناشونال ستاندرد. يبقى هو المسؤول عن التوقيت القياسي جوه الايه؟ جوه البلاد المتحده. ولان الولايات المتحده للاسف من جمهوريات العالم، فايه؟ فطبعا اي حاجه تطلع من هناك لتكون من هي الستاندرد العالم. خلاص؟ فالهوايه الامريكان كده لما بيدرسوا امكانيه انه ياخدوا الفيست سايبر ده ويؤخذ بيه كستاندرد للتشفير في الولايات الايه؟ المتحده. فعرضوا عليه بعض يعني حط عليه شويه توابل كده وسموه داتا انكريبشن ستاندرد. يعني نظام القياس التشفير الايه؟ البيانات اللي احنا جايين عليه بعد شويه. لكن عايز اقول لك كل ده اصلا في الاساس مين؟ بيبر بحث علمي نشره في ستيل في سنه 73. هو نشر في 2004 بحث 73 حط فيه فكره اساسيه وفاينلايز الفكره كلها في سنه 75. ملوش
كتير لو يعني زي ما بتقول مثلا واحد بيقدم في المنصة على 100 وتفك الشفره بتاعته العرض اللي هو مقدمه هيتخرب بيت. بس هو مش شرط يكون راجل مختلف تشكيل. وبالتالي دلوقتي بقت في حاجه اسمها انظمه تشكيل من على الرف. يعني في نظام تشكيل مش هنفصل بقى كله بقى ايه؟ جاهز. وبالتالي نظام التشكيل نفسه مش سر. الديس داتا انكريبشن بقى والكلمه الثالثه ايه؟ ستاندرد يعني صوره قياسيه. صوره قياسيه يعني اي حد عايز يعرفها يعرفها. فيبقى البديل وقتها ايه بقى؟ ان هو ماشي هي الخطوات كلها اللي بتتم دي معروفه لكل الناس بس عشان تتم انت هتدخل حاجتين الداتا اللي انت عايز تحميها ومفتاح اهو بقى كل يوزر كل اللي مطلوب منه انه يبقى معاه مفتاح وما يدوش حد خلاص؟ نعم حلو سؤال كويس قوي سؤال كويس قوي لو الاتاكر بيفك اي شفره موجوده يبقى بلاش تفك ما في حاجتين في تو اكستريمز معاهم بلاش تلبس الفرصه ده لو اتفقنا ان اي شفره انا بعملها مش ممكن تتفك يبقى بلاش تلبس الفرصه ده خلاص ولو اتفقنا ان الاتاكر اي شفره هيقدر يفكها يبقى برضه بلاش تلبس الايه؟ الكورس ده انت راجع على كل هي القصة كلها ان كل واحد بيحاول يمبروف السيستم بتاعه والاتاكر في نفس الوقت بيحاول يمبروف قدراته على ان هو ايه؟ يفك الشفرة خلاص؟ فده بيخترع حاجات جديدة وده بيخترع حاجات جديدة وده لازم يكون نوير بيعمله ده وده لازم يكون نوير بيعمله ده لكن مش دي اللي كنا بنتناقش فيه، كنا بنتناقش فيه ان البحث المبني عن المفتاح احنا اتفقنا خلاص انه الاتاكر وغير الاتاكر معروف ايه؟ الانتربرال ستراكشر بتاع نظام التشكيل معروف. لان انا بعد شويه هقول لك اكتب برنامج ايه اللي ينفذ الدس. يبقى كلنا عارفين الدس من جوه عامل ازاي. بس الدس ده ملوش وان ام، له تو انبوتس. انبوت الرساله اللي انت عايز تحميها وانبوت تاني هو الايه؟ الكي. مسؤوليه اي يوزر دلوقتي اي واحد ساذج او واحد بسيط من عامه البشر اللي هو لغايه دلوقتي انتم ضمنهم خلاص؟ ان هو بس يبقى حافظ على المفتاح بتاعه وما يدوش لحد. يعني ما يبعتش مثلا على الفيسبوك الدكتور ايهاب يقول له انا اليوزر نيم بتاعي كذا والباسورد كمان كذا. وبعدين يقول له اصل انا واثق فيك يا دكتور لا. ما ينفعش خلاص؟ فيبقى ايه؟ يبقى في كي، لان الباسورد دي نوع من انواع الكيس. فده ايه دلوقتي؟ في كي. فاكزوستيف كي سيرش معناها واحد ما حبش ده يرجع دماغه. انا معايا سلسله مفاتيح قد كده هجربهم مفتاح مفتاح. الرقم اللي فات من شويه ده كان عشان نثبت ان بقى ربنا يديني ويديك ايه؟ ممكن لان انت عندك 64 كان 16 مليون 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 مفتاح مثلا. خلاص شوف بقى انت هتجرب هتعمل محاضره لوحدك في وقت قد ايه وهنعمل تفتيشه مع بعض. خلاص؟ طيب دلوقتي بقى في ستيب ده نفسه عرف الاول ايه هو البلوك كلمه بلوك سايفر دي هو اللي اخترعها عرف هو ايه الايديا بلوك سايفر هو مش بيعرف يعني ايه كلمه بلوك عارفين يعني ايه بلوك ولا مش عارفين يعني ايه بلوك يعني جروب اوف اليمنتس اي لما اخد لما يكون عندي عدد كبير جدا من اليمنتس بقسمهم حتت كل حته من دول بسميها ايه بلوك خلاص لكن انا بقول بلوك سايفر يعني التشفير بالطريقه دي هو عرفه بس عرف حاجه اسمها البلوك سايفر المثالي اللي ملوش حل اللي هو لو كان موجود ما كناش لابس الكورس ده. خلاص كنا كلنا اشتغلنا بيه. البلوك سايفر ده بيقول ايه؟ هو بدل ما يعرفه كده ريشن عرفه من خلال المثال. بيقول دلوقتي خلينا انا شغال البلوك بتاعي 4 بتس. خليني اشتغل البلوك بتاعي ايه؟ 4 بتس. ال 4 بتس بيقولوا كام احتمال؟ 16. والسايفر تكست لازم تكون من نفس الدايمنشنز بتاعت البلوك البلاي تكست صح؟ ما دام دخل 4 بس لازم خروجه كام؟ في النهاية حط 10 تحت كلمة إيه؟ في النهاية عشان دلوقتي هتشوف النص بتحصل حاجات تانية لكن في النهاية خروجه كام؟ 4 بي يمكن احتمال فأيديالي خالص أي نظام تشفير بالطريقة دي هو بيبان 16 ل 16
كروم سايفر عدد الترانسفورميشنز الممكنه في فاكتوريال 2 ذا باور ان. ما هو 16 دي كانت بتجيب اس 4 صح؟ فكانت فاكتوريال 2 ذا باور ايه؟ ان. بس عشان احققه لازم الكي يبقى راندوم. لازم الكي يبقى ايه؟ راندوم، لان لو الترنست خلاص هو خلاص هي وان مان. يعني خلصت القصه. فلازم الكي يبقى راندوم، فده ملوش وجود في الحقيقه. خلاص؟ فهو خد الفكره دي وبدا يبسطها. بدا يبسطها، قال لي ايه؟ انا هحاول ابروكسيميت الفكره دي باستخدام الادوات البسيطه اللي كنا اتعلمناها مع بعض الايه؟ الاسبوع اللي فات. انا بقى بحاول الحاجات في الحقيقه، مش عارف دي كده شايفينها ولا لا؟ شايفينها كويس؟
0 وال 0 وبالتالي مخرجاتها ار 1 وال 1 وهكذا. اخر ستيب هتبقى مخرجاتها ار ان ماينس 1 وال ان ماينس 1 طبعا في ان ومخرجاتها ايه؟ ار ان وال ان. تمام؟ طيب هيجي يبدله هياخد ال ان تبقى هي ال ار ان ايه؟ بلس 1 وياخد ال ار ان تبقى هي ال ان ايه؟ بلس 1. دي عرضها دبليو ودي عرضها دبليو هيعملوا كونتينيشن مع بعض يعني هيطلعوا كلهم حته واحده فيطلع دول طوله كام؟ 2 دبليو زائد 1 صح؟ صح يا دبليو زائد 1 معناها مع بعض ايه دبليو ايه دبليو؟ يطلع دبليو يبقى البلوك سايز دبليو دبليو والخارج ايه؟ تعالوا بس نبص على اي ستيب من دول عشان انا مش واعد. لما نبص على اي ستيب من دول نلاحظ ان ايفن ذو ان ممكن تظن ان الار زي راحت في ال نوت انكريبتد لان الار زي دي نفسها داخله تاني جوه الاف صح؟ فار 1 هي هجين من ار زي وال زي والكي كمان صح؟ هتقول لي انا كده دايما الناحيه اليمين بس هي اللي مشفره لا انا ببدل صح؟ فمعنى كده ان هنا كل خطوه من الخطوات تغيير الار وتغيير ال او تغيير الكي هيترتب عليه تغيير في الكي في المخرج بتاع الخطوه دي. ده ماجن او ترانسفورميشن من خطوط الماجن ان هو يكون ريفرسبل. يعني ما ينفعش تو بيس بي كومبليتنس يدوا نفس السي. مش خدنا زمان في تعريف الدوال كده؟ ان يعني مش كل علاقه تسمى دالة. مش خدنا الكلام ده؟ ليه؟ لان لو كان تو بيز بيدوا نفس السي معناه ان لما استقبل السي دي اي كانوت جادج ويزر ذيس بي 1 و بي 2 صح؟ فبس دي ايه ملاحظه ايه؟ كل دي طبعا اجريت حسابات على على الاستراكشر ده وهاز بين بروفن ان هو بيحقق كل الايه؟ كل المتطلبات. الشيء بقى الجميل في الموضوع ان الديكريبشن بيتم بنفس السيكونس بتاع الديكريبشن يعني هيقول نوت بيلد تو بروجرامز واحد للديكريبشن واحد للديكريبشن او لو انا بقول تيست هاردوير مش محتاج ابني تو بيس هاردوير هو هاردوير واحد في فلاج واحد بس يقول له انا بنكريبت ولا بنكريبت هيفرق في ايه؟ هيفرق في السيكونس بتاع الكيس بس الفرق الوحيد بين الكريبشن والكريبشن السيكونس بتاع الايه؟ بتاع الكيس تبقى معاك بس نعم لا لا دي مش مشكله لا هي مشكله ولا هي حاجه هي فيها حاجة حلوة واحدة بس. حاجة اسمها الموديلاريتي. الموديلاريتي يعني معناها إن كان عندي حاجة موديلار أو موديل أقدر أستخدمه في أي حاجة. فأنا دلوقتي عندي موديول ينفع يستخدم في الإنكريبشن ينفع يستخدم في الإيه؟ في الإنكريبشن. في الإنكريبشن أحط له الداتا والكي بس في بيت تلاقي البيت بس هقول فيها أنا دلوقتي بإنكريبت. خلاص في الديكريبشن هجيب نفس السيستم بس هحط له سايفر تكست اللي خرج من الباك ونفس الكي من ده سيمتريك كي خلاص بس هحط هزود عليه كمان ايه؟ فلاج بيت لو هي واحده فلاج ايه؟ زيرو عشان هفهمه ان انا دلوقتي بعمل ايه؟ ديكريبت لان هاز بين بروفن انه لما يطبق نفس الخطوات اللي احنا قلناها من شويه بنفس الترتيب بس يعكس الكيز عشان كده الفلاج بيت خلاص هيطلع في الاخر الايه؟ تمام؟ بقت القوة كلها في ايه؟ في السبيس بتاع الكي. السبيس بتاع الكي زي ما هنشوف على الشغل. هو بدأت تظهر في الأرقام اهي. طبعا حاطط دي ناشونال بيرو اوف ساينس. خلاص دي يمكن مرحلة قبل الأنسة. الدس هو يعني ليش في حتة تاريخية شوية. الدس مرة بروح كتير قوي على ما بحسب يعني هو فانا هي اصلا فكرة مين فيستر صح؟ فيستر عضلة اللي هي الكون سايكل
فهو
تعودي على كده كده تشوفه صح؟ يعني قلت لك لو انا عندي بيضه قلت لك اعمل لي وان بيج ليفت شيفت معناها الايه؟ الاولانيه تبقى تروح الشمال صح كده؟ الثانيه والثانيه تبقى الثالثه والثالثه تبقى الرابعه والاخيره لو لا تبقى تسيب صح؟ الاخيره المفروض تبقى تروح لكن كلمه سنتر معناها زي ما انت توقعتها صح؟ عشان ما اضيعش ورقه واحده منهم انا هشفت هو ليه؟ طب لو كانت اثنين يبقى الاولانيه هتبقى الثالثه والثانيه هتبقى الرابعه وهكذا والاثنين الاخرى يبقى هم الاولانيه والثانيه تمام؟ فهيعمل حاجه اسمها ليفت سيركلر شيفت يعني هو حتى لو ان الشيفت تو ذا ليفت نوت تو ذا رايت خلاص؟ وانه سيركلر يعني بيشفت شفت شفت وفي الاخر بيتمنى يرجع يحطه في الاول مره في الشفت تمام؟ وياخد الناتج بتاع ليفت سيركلر شيفت بقى ويدخله على حاجه اسمها طبعا الشفت ده ده سيركلر هيغير في عدد البيتس فدخلوا 56 هيكونوا كام؟ 56 هو ده سبب ان انا عايز 48 بس فاهم عليهم بروتكشن شويس فاكرين بروتكشن شويس بتاع سبايك دلوقتي ده اصلا في داتا؟ لا لان انا بعمل بروتكشن شويس على كي صح؟ وهعمل هناك نفس البروتكشن شويس على نفس الكي لكنه مش بقطع جزء من الداتا بتاعتي تمام؟ فيبقى حاجه اسمها هيسميها بي سي 2 عشان ياخد كام بت؟ هيسميهم كي 1 الناتج بتاع الليفتر وسيرف شيفت الاولاني هيدخله على الليفتر وسيرف شيفت تاني وبي سي 2 تانيه عشان يطلع ايه؟ يعني الحياه كلهم خرجوا من الاول ايه؟ من الاول صح؟ فاول كي عمل على البروسيسنج طلع كي 1 في نص البروسيسنج ده خرج حاجه عمل عليها بروسيسنج طلع منها ايه؟ كي 2 افكتفلي لما تبص على السيستم ده فروم اوت سايد هتلاقي له تو انبوتس اند وان اوت الانبوت الاولاني جاي فوق خالص اللي هو الداتا 64 بت ايا كان بقى 64 بت دول اصلا كان ملف صوت ولا ملف فيديو بتخزنه ولا ايميل انت عايز تبعته فهو في الاخر قسمه الى ايه؟ هو في الاخر الكود البيتس هيقسمه الى بلوكات كل بلوك دول قد ايه؟ 64 بت وبعد كده كتبتله كي من نقطة المفاتيح قالوا خزنه فالكي ده مكون من 8 كاركترز وفي الاخر هو برضه عباره عن ايه؟ 64 بت كنت انا عارف ان من جوه هيبقى 56 وبعدين هيبقى 48 تمام؟ وخرج ايه؟ 64 بت متشفرين فلو صوت او جيت دخلها على ساوند كارد هتلاقي ايه؟ مش عشان ولو صوره هتلاقي صوره هزر ولو تكس هتلاقي النص ايه؟ اتلخبط بس مش بالطريقه البسيطه بتاعت انا اشيل دي واحط زد دول لكن هي في الحقيقه لما بتيجي تبص لها لما هنبص بقى جوه كل راوند لما هنبص جوه لغايه دلوقتي ايه اللي مش معروف لينا؟ اف لو تفتكروا ليه دايما لما تبقى في سيستم كبير قوي فاحنا عاملين بنعرضه بسكيل كبير وبعدين نخش جوه نخش جوه دايما انت حط بوينتر جوه دماغك انا ايه اللي فاضل لي؟ اكيد مش اللي فاضل لي الاكس جوه فاضل لي دلوقتي ايه؟ اعرف ايه اللي جوه الاف طبعا في برضه حاجات ثانيه هتحصل للكي بس دي مش بالدرجه الاولى هي الاساس اتفضل. انا شفت اللي هو كامل في الدرجه 88 شفت عندي 8 هحط لك جدول دلوقتي حاجه بس ما انا قلت لك في حاجات ثانيه غير الاف انت لسه ما تعرفهاش بس دي مش خاصه بالتشفير نفسه خاصه بطريقه الجنريشن بتاع الكيس لكن دلوقتي البلوك بتاع التشفير عباره عن 16 راوند كل راوند فيها اف وفيها حته اكسور خلاص وفيها تبديل مباشر كده التبديل المباشر ده ملوش يعني مش محتاج يدرس ولا الاكس فور كل اللي عايزين نفهمه دلوقتي هو الايه؟ هو الاف بس طبعا هو بيبدا بالترتيب فهو بدا اول حاجه عندي احنا بنقول ايه؟ انيشال كوميونيكيشن خلاص هنقول دي فيرست ستيب اون ذا داتا كوميونيكيشن انيشال كوميونيكيشن ري اوردرز ذا انبوت داتا بيت طب ما ده اي كوميونيكيشن كده صح؟ البرميتيشن ما بيغيرش حاجه بيغير ترتيب بس صح؟ ما بيشيلش الخط مش سبستيوشن ده بيغير ايه؟ الترتيب يعيد الترتيب وبيخرج بقى بعد اعاده الترتيب دي بيخرج الايفن بيتس على الليفت هاف والاود بيتس على الايه؟ على الرايت هاف له جدول يا جماعه ما تقلقش كل ده له جدول لكن دلوقتي عايزين بقى نخش على الايه؟ على الايه؟ شوف هو بيفكرك بس ما تنساش ان ار ال اي دايما هي ار اي ماينس 1 لكن ار اي هي عباره عن ال اي ماينس 1 اكس او مع اف
اختبار معناها ان انا هعمل زياده في حجم الداتا. طب والداتا اللي انا زودت حجمها دي ما تنساش دي انهي الار ولا ال؟ هي اوريدي انا رحت وديتها في حته قبل ما ازودها، فانا مطمن ان ما دام انا زودتها انا وديتها في ايه؟ في برانش كده. خلاص؟ عشان تبقى كام؟ تبقى 48 بيت عشان تبقى زيها زي الايه؟ زي السب كي. وبعدين اعمل جيت باي جيت اكسبلور مع السب كي. انا جاي لي 48 بيت سب كي اخد 32 بيت ار ويعملوا لهم اكسبانشن. في 48 هنشوف هيعملوا لهم اكسبانشن ازاي. ف 48 48 هعمل جيت باي جيت اكسبلور كل بيت مع النظام. فمفروضه كام؟ 49 صح؟ 48 دول هحطهم على حاجه اسمها اس بوكس. جس اس فور وات؟ سبستيتيوشن. احنا لغايه دلوقتي قلنا ان التو بيزك تولز اللي معانا هنستخدمهم صح؟ فالانيشال بيرميتيشن از بيرميتيشن والبيرميتيشن تشويس از بيرميتيشن. وبعد شويه هقول لك ان الجي اي كمان الاكسبانشن ده از اكسبانشن بيرميتيشن. ايه اللي برضه ما كناش لسه استخدمناه؟ السبستيتيوشن. هو ده بقى الاس بوكس. الاس بوكس ده انا عندي 8 سطش اس بوكس وانا جاي لي كام بيت؟ 48. هقسمهم على 8 بوكسز، كل بوكس هتشيله كام بيت؟ 6. خلاص؟ هو مش سبستيتيوت، مش بيبدل. يعني اكوردنج لما بتيجي معين لما يشوف بدل معين هيفرق بدل معين. خلاص؟ بس ما بيفرقش. هو داخل له كل بوكس 6 هيخرج 4 بس. ده ما اسمهوش تشويس. لا ده سبستيوشن. يعني لو ال 48 لو ال 8 بيتس ليهم 2 اس 8 يعني 56 احتمال 3 اصفار لغايه بس انا برضه ال 6 بيتس ليهم 64 احتمال 6 اصفار لغايه 6 وحاجة. خلاص؟ كل واحده من دول لما تخش هيطلع 4 بيتس معينين. بس ال 4 بيتس لهم كام احتمال؟ 16 احتمال. معناها كل اربع مدخلات هيطلعوا نفس الاوت. انا عندي 6 بيتس داخلين ليهم كام احتمال؟ 2 اس 6 يعني 64. لكن انا هخرج لما اجي اعمل استعاضه يعني اعوض حاجه بحاجه هطلع 4 بيتس بس ليهم كام احتمال؟ 16. معناها ان كل حاجه من اللي بيخرجوا دول اكيد اتكررت مع اربع مرات عشان لما يخش لك 32 تخرج كام؟ 48. والسب كي
الاتجاه الطول قد ايه؟ 48 هيعملوا 2 باي اكس كوب فيخرجوا اللي انا شايفه دول 48 متر بس انا بقسمهم 8 6 6 متر خلاص؟ يبقى عندي 8 اس بوكسز كل اس بوكس داخله كام متر؟ 6 وخارج منه كام؟ 4 according to table الناتج ده هيطلع منه كام متر؟ هعمل لهم بيرميتيشن وزود شويه وزود اكسبانشن فيفضلوا كام؟ ده المخرج بتاعي خلاص؟ لو انا مكانكم بقى اعمل ايه؟ اقرا قبل مش بعد يعني انا هروح بس اطول المحاضره في البال اول محاضره اي شابتر من دول هتبقى لسه عايز تتفرج هتعمل كده ليه؟ وانس عملنا كده ليه؟ بدل ما نخش جوه التفاصيل دي لو انا مكانك ما تسيبش نفسك لغايه الاسبوع اللي جاي عشان اشرح لك يعني ايه كانت بتعمل ايه؟ خلاص انا خلاص المحاضره حسيت ان مش هقدر اخش اكتر من كده بكتير عشان فرهدت مني فهقعد وقفت وهكمل الاسبوع اللي جاي. انت دلوقتي دور على الايه ودور على الحاجات اللي فاتت دي كلها وبص فيها عشان لما تبقى قاعد في المحاضره لسه ما تشيلش تبقى جاهز للاسئله لان انت اوريدي خلصت المحاضره بالك؟ غير ما تبقى قاعد تنسى راسك وبعدين انا راسك عشان انت ما كنتش فاهم. فنصيحه شخصيه او لغويه لما تروح البيت النهارده كمل الشنطه او كمل على الشنطه في الثلاثه كمان دول هيساعدوك كمان على ربط تحط بعض في النوم. انا بزعل بقى كده انا لسه قاعد ومتحرك ما اسيبش لازم ايه تحترم الشخص ده قبل ما امشي في اي اسئله في حد فاهم حاجه؟ طب انا برضه عندي التعليم المتنزه انت انا نفسي مش فاهم اللي بقوله. لا عادي